استمرار تأثيرات الحالة المطرية على بعض الأجزاء الغربية من المملكة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. تشير آخر النماذج الجوية العددية لتركز الأمطار والهطولات المطرية خلال ساعات عصر يوم الاثنين في المناطق التي تقع تقريبا إلى الجنوب من منطقة ينبع وفي سواحل المدينة المنورة على المطلة على البحر الأحمر على شكل تخاريج بحرية تشتد من وقت إلى آخر في هذه المناطق. زخات أيضا في المناطق الشمالية الغربية من المملكة لم تخطر الأمطار حتى الآن في جدة، ولكن كما نلاحظ خلال الساعات القليلة القادمة يزداد تأثر المناطق المجاورة لجدة بما فيها مدينة جدة خلال ساعات مساء يوم الاثنين بفرص أكبر لحدوث تخريج بحرية ماطرة على هذه المناطق تشمل مناطق ربما جدة وأيضا بعض المناطق الداخلية هناك. على الجانب الآخر تشتد الحالة الماطرة في المناطق الشمالية الغربية تحديدا منطقة الجوف، كما نلاحظ فرص عالية لهطول أمطار في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى، بالإضافة المناطق الحدود الشمالية ورفحاء وأجزاء المجاورة لحائل، لكن الجزء الأكبر قد يكون في منطقة الجوف مع ساعات مساء هذا اليوم. تنتقل هذه السحب بشكل تدريجي نحو الشمال والشمال الغربي الشمال والشمال الشرقي كما نلاحظ لتتركز في مناطق الحدود الشمالية، لكن بعض البؤر الغزيرة موجودة في هذه السحب والتي تعمل على تشكل السيول في تلك المناطق. بالعودة إلى جدة مع ساعات مساء اليوم تتركز الحالة في المناطق الوسطى من البحر الأحمر، وبالتالي أي من هذه المناطق مثل الرابغ وجدة وحتى إلى الجنوب من جدة مهيئة أن تتعرض لتخريج بحرية ماطرة. أيضا المناطق الداخلية مثل مرتفعات مكة والطائف أيضا معرضة أن تتعرض لزخات من الأمطار التي قد تكون رعدية الطابع. بعض الحزام هنا غزير من الأمطار قد يكون في منطقة الرابغ موجود خلال الساعات القليلة القادمة ليلة الأحد على الاثنين أو عفوا ليلة الاثنين على الثلاثاء. خلال ساعات فجر يوم الاثنين بشكل عام في المناطق الداخلية هناك فرص جيدة لأمطار قد تكون غزيرة وبؤر غزيرة من الأمطار مع استمرار هطول بعض الأمطار أيضا في منطقة الحدود الشمالية. نهار يوم الثلاثاء تستمر المناطق الوسطى من البحر الأحمر بالتأثر بالمزيد من التخريج البحرية الممطرة بمشيئة الله تعالى، وتكون هناك فرص أمطار حتى في مدينة جدة بين حين وآخر. تجدر طبعا المتابعة الميدانية أولا بأول مع وصول بعض الزخات من الأمطار إلى مناطق داخلية مثل مرتفعات مكة المكرمة، أمطار محلية خفيفة إجمالا في المناطق القريبة من الحدود الكويتية بالإضافة إلى منطقة الطريف وأقصى المناطق الشمالية من المملكة. مع ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء من ظهيرة يوم الثلاثاء تبدأ هذه الغيوم أيضا بالوصول إلى مناطق أكثر جنوبا، تصبح سواحل المناطق الجنوبية الغربية على موعد مع فرص لهطول الأمطار في تلك المناطق مع بقاء فرصة الأمطار قائمة أيضا على مرتفعات مكة والطائف وأيضا ربما حتى جدا بعض التخريج البحرية المحلية، ولكن الحالة بشكل عام تبدأ بالدخول إلى المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الداخلية من المملكة كما نلاحظ مع تراجع تدريجي في شدة الحالة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء، وتتركز أكثر فوق المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات مساء يوم الثلاثاء. طبعا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بشكل عام. توقعات الأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة لنهار يوم غد الثلاثاء تكون على النحو التالي: إسكاك 22 إلى 10، عرارة 19 إلى 7، تبوك 21 إلى 7 درجات مئوية. غربا تكون في مكة المكرمة فرص أمطار رعدية 30 إلى 22، أيضا أمطار رعدية متوقعة في الطائف من 21 إلى 15. في المدينة المنورة فرص أيضا تستمر لبعض الزخات الرعدية من الأمطار من 27 إلى 18، وأمطار رعدية مرتقبة أيضا في جدة على بعض الفترات وفي بعض الأنحاء، والعظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في جازان 30 إلى 24 تنشط فرص الأمطار الرعدية غدا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من 21 إلى 11 في أبها، من 17 إلى 12 في الباحة. غربا تكون في الإحساء شرقا عفوا تكون في الإحساء 23 إلى 12، في الدمام من 22 إلى 14 فرص الأمطار خفيفة بشكل عام، في حفر الرباط من 26 إلى 13 درجة مئوية. ختام هذه النشرة في أو هذه الجولة عفوا في المناطق الوسطى 25 إلى 16 في الرياض، في القصيم من 26 إلى 16، وفي حائل من 25 إلى 11 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض تكون على النحو التالي: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة تستقر عند تقريبا 29 درجة مئوية يوم الخميس مع أجواء تميل للدفء بشكل لافت، ظهور لبعض السحب والغيوم غير الممطرة من 16 إلى 18 درجة مئوية درجات الحرارة في ساعات الليل. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.